صباحكم خير وسعادة وفرح. أهلا بحضراتكم مشاهدي قنوات On Time Sports في كل مكان. حلقة جديدة من صباح On Time، دايما بنسعد بوجودنا مع حضراتكم في الصباح الباكر، بنستمتع بكل الأجواء الرياضية، بكل الموضوعات المختلفة بنناقشها مع بعض، وطبعا أخبارنا الرياضية المتنوعة والاستعداد للموسم الجديد بإذن الله. عندنا تفاصيل كتير جدا هنناقشها معاكم، بالتأكيد هكون معاكم ولمدة ساعة ونص فرح عالي في صباح On Time. انتهى الموسم الكروي، استمتعنا بموسم قوي وموسم ممتع، والحقيقة ان احنا شفنا شد وجذب طويل جدا على مدار موسم محترم، ولكن هنقول ايضا ان احنا عندنا رسالة مهمة جدا انتهت بالدور ربع النهائي واللي اقيمت اول امس جامعة الاهلي مع المصري بورسعيدي في مسابقة كاس مصر. لسه الاجواء مشتعلة، لسه الامور برضو فيها متعة كروية رغم انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز. فاز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف بعد دراما كروية كانت في لحظاتنا الأخيرة، يعني خلاص مش عارفين الحدوتة رايحة فين، ولكن الفريق المصري بورسعيدي تقدم ثم تم إلغاء الهدف، ثم تقدم من جديد برأسية مروان حمدي، بعدها في الوقت بدل الضايع سجل الأهلي التعادل من ركلة جزاء صنعها حسين الشحات وسجلها علي معلول، ده كان في الوقت الإضافي. سجل الجزائري أحمد القندوسي هدف الفوز، ده طبعا بقى يعني في الشوطين الإضافيين اللي كنا خلاص منتظرين نعرف الحدوتة دي هتنتهي على إيه، ممكن توصل لركلات الترجيح ولا لا، ولكن انتهى الوقت الإضافي طبعا، وشفنا واستمتعنا بالنادي الاهلي اللي قدر ان هو يحسم اللقاء قبل الوصول لركلات الترجيح، علشان نشوف النادي الاهلي بيحجز موعد باذن الله في المباراه القادمه، هيواجه ام بي في المقابل الطرف الثاني هيكون نادي الزمالك امام بيراميدز، والماتشين هيلعبوا مع بدايه الموسم المقبل. على الجانب الثاني النادي الاهلي انهى موسم على احسن ما يكون، هو البطل في كل شيء، هو البطل في الدوري، هو بطل في الكاس، هو بطل السوبر، هو بطل دوري أبطال إفريقيا، هو تأهل للمربع الذهبي في كاس مصر، وأكيد إدارة النادي عندها طموحات أكتر وعندها رغبة في تحقيق البطولات خلال الموسم القادم أكتر وأكتر، النفس اتفتحت، ولما بنقول النفس بتتفتح بيكون عينك على بطولات أكتر، وإن هي الإدارة تحافظ على المكاسب الفنية اللي اتحققت بالفعل مع الجهاز الفني ومع المدير الفني اللي كان بصراحة يعني على قدر المسؤولية في الموسم اللي فات، وكان مميز جدا مارسيل كولر. بمناسبة ان انا بتكلم عن النادي الاهلي وختام الموسم، امبارح مجلس ادارة النادي اصدر قرار بتعيين الكابتن خالد بيبو مدير للكرة، بنقول له الف مليون مبروك كابتن خالد، الحقيقة يعني خبرات كبيرة جدا كلاعب، وايضا هو كان عنده خبرات كبيرة قوي 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 في منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي، وان على مدار السنوات الاخيرة فضل كتير في المنصب ده، ولكن طبعا هيكون متواجد مكانه الكابتن وليد سليمان في المنصب اللي بكلم حضراتكم عليه، وايضا الكابتن خالد بيبو بالتاكيد عنده طموح مختلف مع الفريق الاول، ودايما بنقول الاجيال بتتعلم من بعضها، ولما بنقول الكابتن خالد بيبو يعني ذكريات كبيره جدا في عالم كره القدم، في عالم الساحره المستديره، بنتكلم على جيل ذهبي مع النادي الاهلي، بنتكلم على الجيل الحالي يتعلم من الخبرات دي، وبالتاكيد طبعا الخبرات بتتناقل، ومهما تقولي مهما تقولي انه لما جيل بيتولى القياده الفنيه او الاداريه بالتاكيد بالتاكيد بتتوارث المبادئ الخاصه بالنادي من جيل لجيل،
ومش فقط الجوانب الفنية، زي ما بقول لكم الجوانب الخاصة بكل شيء. فكرة إنك يكون عندك مبادئ بترسخها في عالم الساحرة المستديرة وفي جدران القلعة الحمراء، فكرة إن يكون عندك طموح يعني بيتناقل من جيل للآخر، عندك مبادئ، عندك تفاصيل فنية عايز إنك أنت تبتدي تنقلها. كل مدير فني وكل مدير كورة وكل أي بوزيشن وأي قيادة في الجهاز الفني، هو كل واحد من الناس اللي ماسكة مكان مسؤولية بيكون عنده شيء عايز يوصله. وكابتن خالد بيبو بالتأكيد جاي بخبرات مختلفة، بطموح مختلف، بآراء مختلفة، وبالتأكيد طبعا الهدف الأساسي هو تحقيق الفوز وتحقيق البطولات، وان هم دايما يكونوا ماشيين على الطريق الصحيح. وطبعا زي ما بنقول بيبقى النادي والاسماء بترحل وبتتغير. الجانب الثاني من نادي الاهلي، نروح مع حضراتكم لنادي الزمالك. نادي الزمالك انهى مغامراته في البطوله العربيه سريعا، ولكن بكل احترام وتقدير وخروج مشرف. بعد خروجه اول امس برصيد 4 نقاط، هقول في آخر 5 دقايق في المباراة، حصل على المركز الثالث بعد فوز وحيد على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة، بعدها خسر خسارة ظالمة أمام الشباب السعودي بضربة جزاء حواليها علامات استفهام شديدة جدا، ويمكن يكون جمهور الزمالك بيحمل كل المسؤولية لحكم المباراة في المباراة دي على الأخص، طبعا بعد الخسارة اللي يعني نقول كانت ظالمة وكانت مش في محلها أمام فريق الشباب السعودي. أما المباراة الملحمة الكروية الممتعة المثيرة الرائعة المشرفة أمام النصر السعودي، انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق بعد ما كان متقدم نادي الزمالك بهدف زيزو، نجح رونالدو في تسجيل التعادل في الدقيقة 87 عشان ينتهي المشوار بالنسبة لنادي الزمالك، ونادي الزمالك ينهي أماله في التأهل للدور ربع النهائي. مشاركة نادي الزمالك بالتأكيد كانت إيجابية وكان ليها مردود رائع جدا بالنسبة للجهاز الفني وبالنسبة للعيبة، رغم الخروج المبكر زي ما بقول لحضراتكم، لكن في كل الأحوال مطلوب إن هم يستفيدوا من حاجات كتير جدا. فكرة الاحتكاك بفرق أقوى منك زي الشباب وزي النصر، ومش هقول أقوى منك عشان برضو يعني عشان الناس تبقى فاهمة الجملة، أقوى ولكن مش منك، احنا بنتكلم على فرق كلها على نفس المستوى. بنتكلم على تصريحات كريستيانو رونالدو اللي أكد إنه نادي الزمالك، أنا ما بجيبش حاجة من عندي عشان بس ما حدش يقول إنه إحنا بنقيم، لا إحنا ما بنقيمش، إحنا ما بنقيمش، هو مجرد تواضع في الحديث وتواضع في الكلام. لما أقول أقوى هي مش منه، هي أقوى في السكواد، أقوى في السكواد، أقوى في المبالغ، أقوى في العناصر اللي متواجدة، أقوى في العالم الاحترافي المرعب اللي انت بتشوفه في المباريات. انت مش عارف النجوم بالمبالغ الخزعبلية اللي بنتكلم عليها، زخم النجوم اللي بتشوفه في المباريات يخليك تتلجم في حد ذاته، تتلجم بمعنى الكلمة. ولكن لما نشوف لاعبتنا والمصريين بيقدموا الأداء ده أمام النجوم دي، يبقى لازم نتوقف، لازم نقول الحسبة اللي أنا بقولها في الأول دي مش حقيقية. فكرة أقوى منك دي مسمى، هو أقوى في السكواد فقط، لكن تعالى كلمني عن النتيجة، تعالى كلمني على الأداء، تعالى كلمني على التصريحات اللي خرجت من قبل لاعب زي كريستيانو رونالدو بيتكلم إزاي على نادي الزمالك، بيقولك كان فريق صعب في مواجهته، ما كانش فريق سهل، ما كانش فريق هين. وده لما تصريح تسمعه من نجم كبير زي كريستيانو رونالدو لازم تبقى فخور بلعبتك المصريين اللي ما بيمثلوش أنديتهم فقط، بيمثلوا المنتخب المصري. فخور ان كريستيانو رونالدو ما كانتش اول مواجهة ليه امام اللعيبة المصريين، كان في مواجهة طبعا قبل كده زي ما حضراتكم عارفين، ولكن كانت مباراة ودية امام منتخبنا المصري.
وكان وقتها اللعيبة يعني في أول مواجهة مع كريستيانو رونالدو، وكان البعض بيقول أو بيشكك في مدى قوة المباراة، إنه لا ما يتمش التدخل على كريستيانو بقوة، إن يكون اللعب كده، لا مفيش حاجة اسمها كده. أديك شفت مباراة حقيقية، شفت كريستيانو رونالدو الحقيقي، شفت لاعبتنا المصريين الحقيقيين اللي بيكونوا على قدر المسؤولية، اللي بالمناسبة زخم النجوم اللي بكلمكم عليه كان ممكن يرعب أي سكواد في الدنيا مهما كان خبراته إيه، ولكن لما بتتكلم على لعيبة واثقة في نفسها، عارفة إنها بتمثل اسم بلدها قبل ما بتمثل اسم ناديها، لعيبة اتمسكت بالأمل حتى الثواني الأخيرة في المباراة، لعيبة قدموا أداء مشرف علشان يخرجوا بخروج رائع ويليق باسمهم ويليق باسم التيشيرت اللي كانوا بيرتدوه. وبالمناسبة الفوز على الشباب أو النصر أمر كان في المتناول، يعني رغم أسماء زي ما بقول لكم كبيرة في الملعب، لكن كان يقدر نادي الزمالك بشوية تنظيم، فكرة التغييرات الغير موفقة للمدرب أوسوريو، كان ممكن نادي الزمالك يعدي المرحلة دي ويعدي من مرحلة المجموعات. ولكن حالة البرجلة اللي حصلت في آخر ربع ساعة، تغييرات كانت غير مفهومة من مستر أوسوريو، علامات استفهام كبيرة جدا، المباراة كانت مستقرة، خروج سيف الدين الجزيري في توقيت يعني ما كانش مفهوم، التغييرات اللي حصلت في آخر خمس دقايق، الحدوتة ما كانتش بتضارب بالشكل اللي خرجك من المباراة خروج آمن في الدقايق الأخيرة اللي هم آخر خمس دقايق. ولكن في النهاية خرج النادي الزمالك وأنهى الموسم بدون أي ألقاب، خسر الدوري، الكاس، السوبر، وإفريقيا، وأخيرا البطولة العربية. لازم نادي الزمالك يدخل مرحلة قوية، مرحلة لملمة الأوراق بعد المرحلة السلبية اللي مر بيها، وكان في نوع من أنواع يعني هقول البرجلة وهقول عدم التنظيم وهقول القرارات الخاطئة. نادي الزمالك لو سألتكم هو عاوز إيه؟ عاوز إيه من الموسم اللي هيبدأ سريعا؟ كمان أقل من شهر أو شهر ونص بالظبط، خصوصا إن إدارة النادي لسه ما أبرمتش أي تعاقدات لغاية دلوقتي. طب هل الموضوع متوقف فقط على الصفقات؟ لا، على الأزمات. الموضوع فقط ملوش علاقة بالصفقات. صفقات لو أنا ببحث عن قيمة الصفقة وإمتى هخلصها والتعاقد هيكون مع مين واللاعب الفلاني على حساب اللاعب العلاني على حسب المركز والمقابل المادي اللي جايلي، صفقة تبادلية، بعت لاعب دخلت لي فلوس هحطها في لاعب تاني، الحدوتة أكبر من كده شوية، أكبر من كده بخصوص أزمة سبورتنج لشبونة اللي بيمر بيها نادي الزمالك، طبعا بخصوص مستحقات أشيمبانج، اتنين من اللعيبة زي شيكابالا وأشيمبانج عندهم مشكلة طبعا بسبب المستحقات المتأخرة لأنديتهم بالنسبة لنادي الزمالك. ومن الممكن إن يكون في أزمة يمر بيها نادي الزمالك وهي وقف القيد. أعتقد هنقول مع حضراتكم تفاصيل كتيرة بخصوص الجزئية دي، ولكن أعتقد أنه نادي الزمالك محتاج أن هو يخرج من الأزمة دي في أقرب وقت ممكن، بنتكلم في شهر ونص، ولكن يعني خلاص الضغوط كبيرة، تفاصيل كتيرة، الأزمات اللي بيمر بيها النادي في نفس التوقيت، وقت حرج جدا، لأنه نادي الزمالك بحاجة إلى إبرام صفقات قوية علشان تعوض البطولات اللي فقدها في الموسم اللي فات. هروح لموضوع هياخد مننا اهتمام كبير الفترة اللي جاية، وهو الميركاتو الصيفي اللي ابتدى بالفعل. ابتدينا ان احنا نستمتع بعدد من الاسماء اللي انتقلت خلاص من انديتها لانديه تانية، ابتدت الانديه ان هي تدعم صفوفها بشكل افضل استعدادا للموسم الجديد واللي هيبدا غالبا في نهايه شهر سبتمبر او بدايه شهر اكتوبر، يعني اسابيع على انطلاق الموسم. طيب الميركاتو ابتدى ازاي؟ في انديه عملت تعاقدات مهمه، وفي انديه لسه عندها خطه تدعيم لصفوفها بشكل افضل خلال الفتره اللي جايه. نبتدي نستعرض معاكم خصوصا كده انه كان الميركاتو مش مقتصر بس على اللعيبه، لا ده كمان كان في مدربين بيتم التعاقد معاهم، وحصل بالفعل زي كابتن طارق العشري في بدايه هقول الموسم اللي لسه ما ابتداش او في نهايه الموسم اللي لسه خلصان، يعني الفتره دي على طول كابتن طارق العشري تم التعاقد معاه، تولى تدريب الاتحاد السكندري، كابتن ايهاب جلال على طول تولى تدريب الاسماعيلي، وكابتن علي ماهر تولى تدريب المصري البورسعيدي.
هبتدي معاكم بالنادي الأهلي. نجح في ضم واحدة من أبرز صفقاته، اتكلمنا عنها كتير خلال الأيام اللي فاتت، واتكلمنا على مدى أهمية الصفقة دي. إمام عاشور كانت الصفقة الأقوى والمفاجأة من نادي ميدلاند الدنماركي، في صفقة كبيرة أخذت اهتمام إعلامي كبير وجماهيري كبير، وأكيد إمام عاشور واحد من العناصر المؤثرة في تشكيلة أي فريق، وشفنا طبعا نجاحه الكبير مع نادي الزمالك كلاعب من نجوم خط الوسط في الدوري المصري. كمان تألق مع منتخبنا المصري تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش في نهائيات كأس الأمم في 2021، ولعب مباراة السنغال في النهائي، شفناه كان عامل مباراة قوية جدا مع ساديو ماني وقتها في كأس الأمم الإفريقية. أما تاني التدعيمات الأهلوية واللي تم الإعلان عنها كانت في ضم اللاعب المغربي رضا سليم. رضا سليم من اللعيبة المتنبئين ليهم بمستقبل باهر داخل النادي الأهلي، صفقة قوية كان بيرغب في الفوز بيها العديد من الأندية المصرية خلال الأيام اللي فاتت. رضا سليم عنده 23 سنة، وأفضل لاعب من لاعبي فريق الجيش الملكي المغربي الموسم اللي فات، وكان ليه دور على فكرة مهم جدا في فوز الجيش الملكي المغربي بالدوري ده بعد غياب وبعد منافسة قوية مع الثنائي سواء كان الوداد أو الرجاء. أما بخصوص خالد عبد الفتاح اللاعب اللي كان معار من سموحة، فالنادي الأهلي قرر أنه هو يفعل بند الشراء وأعلن انتقاله نهائيا ورسميا بعد المستويات الرائعة والمميزة اللي قدمها اللاعب من أول انضمامه، خاصة أنه هو كان بيجيد اللعبة في أكتر من مركز. طبعا عارفين أنه المدير الفني مارسيل كولر حدد أسماء اللعيبة كمان اللي تم الاستغناء عنها، وبالفعل وجه النادي الأهلي الشكر ليهم زي الكابتن أيمن أشرف اللي انتقل للبنك الأهلي في صفقة مهمة جدا للفريق، حمدي فتحي اللي احترف في الوكرة القطري وتم الاستغناء عن البرازيلي أيضا برونو سافيو، العاد لنادي البوليفي والموزمبيقي لويس ميكيسوني اللي تم إنهاء التعاقد معاه بالتراضي، واللي راح سيمبا التنزاني، وحسم كولر عودة الثلاثي كريم نادفيد صلاح محسن من ناديي فيوتشر وسيراميكا كليوباترا على الترتيب. إذن النادي الأهلي أعلن ضم إمام عاشور، رضا سليم، بجانب عودة كريم نادفيد، صلاح محسن، ولكن لسه في صفقات محتملة. أيوة لسه في صفقات محتملة. النادي الأهلي لم يكتفي بعد بإبرام الصفقات للأسماء اللي قلت لحضراتكم عليها، ده بالنسبة للنادي الأهلي. نادي الزمالك بيستعد إزاي للموسم القادم؟ نادي الزمالك وزي ما بقول لكم ما زالت الأمور مش واضحة شوية بخصوص عملية فتح باب القيد، خصوصا أنه لسه ما تمش الإعلان عن سداد الغرامة سواء إذا كان سبورتنج لشبونة. طبعا في مفاوضات مع أكتر من لاعب أبرزهم محمود حمادة لاعب وسط نادي فاركو، لكن مفيش أي تصريحات أو حتى هقول عليها تلميحات من مسؤولي نادي الزمالك بضم صفقات جديدة، خصوصا أنه المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو حدد احتياجاته الجديدة من قبل ما يلعب البطولة العربية، يعني الكلام واضح وصريح. لكن نادي الزمالك أعلن عن عودة المعارين، يوسف أوباما رجع من الحزم السعودي انتهت إعارته، محمود علاء رجع من الاتحاد السكندري بانتهاء إعارته، أحمد عيد رجع من أمبي، وأيضا أخيرا عودة حمدي علاء من البنك الأهلي بعد انتهاء إعارته. دي الإعارات اللي رجعت نادي الزمالك مرة تانية. صفقات جديدة لسه الأمور مش واضحة، لسه الأمور مش واضحة. بنتمنى النادي الزمالك يخرج من المأزق ده في أسرع وقت ممكن، ونبتدي نعلم مع حضراتكم عن الصفقات القادمة استعدادا للموسم اللي جاي. من الزمالك والأهلي نروح بقى للبنك الأهلي. واضح إنه عايز يأمن موقفه من بدري في جدول المسابقة، الناس مش بتهرج، عايزين يتفادوا اللي حصل معاهم في الموسم اللي فات. على فكرة البنك الأهلي في الأواخر كان قريب جدا إن هو يهبط. ابتدى البنك الأهلي يستعد سريعا، ومن بداية الموسم وما قبل الموسم بشهر ونص ابتدى خلاص يعلن عن الأسماء القوية، بيتحرك في صمت أسماء كبيرة زي أيمن أشرف، وكمان نجم الإسماعيلي اللاعب سيرجي أكا، نجم المصري بورسعيدي جراندو، والمفاجأة أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي السابق واللي انتقل في صفقة انتقال حر،
ودي كانت صفقة من الصفقات القوية جدا اللي قدر يحسمها أيضا فريق البنك الأهلي. أما عن بيراميدز مازال النادي بيدعم صفوفه وبقوة وبينتظر المشاركة في الموسم القادم في دوري الأبطال الإفريقي. كذلك تكملة الموسم الحالي، لأنه لسه عنده مواجهة على فكرة قوية مع نادي الزمالك في الدور قبل النهائي لكأس مصر. بيراميدز أعلن عن الحصول على توقيع مصطفى فتحي زي ما شفنا مع حضراتكم، وتم الإعلان على الصفحة الرسمية أيضا لفريق بيراميدز أنه مصطفى فتحي انتقل الانتقال الرسمي خلاص من نادي التعاون السعودي. كمان المهاجم الكونغولي القوي جدا، الصفقة القوية الرائعة اللي قدر فريق بيراميدز ان هو يحسمها، فيست مايلي مهاجم نادي يانج افريكانز التنزاني. قبلهم تم التعاقد مع نجمي نادي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر. اكيد هتكون مسؤولية ومسؤولية قوية بتقع على فريق بيراميدز، انه لسه مازال في اكتر من صفقة ممكن تكون محتملة في الطريق زي ما بقول لكم، لان المسؤولية دي هتصب في مصلحة النادي خصوصا في المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، بطولة مش سهلة في أول مشاركة لفريق بيراميدز فيها، ولكن زخم النجوم بالتأكيد هيكون ليه احتياجه في البطولة الهامة جدا اللي بينافس فيها فريق بيراميدز لأول مرة. والحقيقة مقدمين موسم رائع في قمة الروعة زي ما بنقول الموسم ده بعد انهاء الموسم في المركز الثاني والدخول في مسابقة دوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي المصري. نادي زد أحدث الأندية الصاعدة للدوري الممتاز لأول مرة بيعلن عن ضم كل من مصطفى سعد وشادي حسين ومصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي وعلي لطفي وحمدي موسى، كلهم عناصر الحقيقة ان هي جيدة جدا، وبإذن الله هيكون ليهم إضافة قوية مع الفريق في أول مشاركة لي في المسابقة. بنقول لفريق زد بالمنظومة كلها اللي سعت واجتهدت واشتغلت علشان توصل للصعود لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ألف مليون مبروك، إن شاء الله يكون موسم قوي فتحة خير علشان فريق زد يستمر في مسابقة الدوري زي الفرق اللي شفناها صعدت ومستمرة ومحافظة على مستواها حتى اللحظات دي. نروح للنادي المصري. حسم فريق المصري بورسعيدي أكتر من صفقة، ضم ميدو جابر من نادي سيراميكا كليوباترا، وضم سمير فكري لاعب الداخلية، والمفاجأة محمد الشامي لاعب الإسماعيلي السابق، ولسه عنده صفقات وعنده ترتيبات قوية جاية في الطريق بيستعد ليها فريق المصري بورسعيدي بالتأكيد بعد التعاقد مع كابتن علي ماهر اللي طبعا عنده اختيارات واحتياجات خاصة بيعرضها على مجلس الإدارة علشان يكون في تعاقد معها خلال الأيام القادمة. طيب بما أني بتكلم على فريق البنك الأهلي وبتكلم على الناس اللي بتستعد من بدري، يعني بحب قوي الناس اللي محضرة كده نفسها وزي ما بقول لكم بيتعلموا من أخطائهم. فكرة إن أنا أكون مستوايا متذبذب في موسم ده يخليني إن أنا أحضر أوراقي بدري، وإن أنا أكون مستعد إزاي هحضر نفسي للموسم القادم. ده اللي بصراحة يعني سيادة اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي قدر إن هو يستعد له من بداية الموسم قبلها بشهر ونص. خلاص هتبتدي إن شاء الله الاستعدادات يوم 9/8 أول تدريبات فريق البنك الأهلي والاستعداد بالصفقات الجديدة. بنبارك له ونرحب بيه ونصبح على حضرتك يا سيادة اللواء، أهلا بيك. صباح الخير يا فرح، وبتشرف دايما إن أنا معاكي، والله اكبر دايما متعلقه كده على الشاشه، يعني بنسعد دايما بوجود حضرتك معانا يا سياده اللواء، وبنبارك لك لبقاء فريق البنك الاهلي في مسابقه الدوري المصري الممتاز. كنا معاك لحظه بلحظه الموسم اللي فات في كل الكبوات والانتعاشات ايضا على مدار الموسم، ولكن خليني اسالك اتعلمت ايه من الموسم اللي فات؟ والله طبعا اهم حاجه فرح، يعني انت عارف انا بتكلم بصراحه شديده، صحيح، يعني لابد من الاستقرار. الاستقرار العنصر الرئيسي علشان نقدر ان احنا نحقق طموحنا، وده يمكن اللي كنا فيه الموسم الماضي، يعني مش اللي خلص ده اللي قبليه، وكنا الاستقرار في كل عناصر المنظومه وقدرنا ان احنا نخلص الدوري في المركز السابع،
كنا فرق بيننا وبين المركز السادس نقطة، فالحمد لله بدأنا الموسم من الاستعداد للموسم الجديد من بدري، مستقرين على الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو. برضو قبل الموسم ما يخلص كنت أنا يعني كنا بنشتغل كلجنة كورة في صمت، وقدرنا برضو إن احنا نعرف احتياجاته، قدرنا إن احنا زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي إن احنا ناخد برضو دروس من الموسم اللي خلص ده اللي احنا ما كناش فيه أحسن حال. ويعني الواحد عايز أقول لك يعني بيني وبينك كده، الواحد بيخجل لما حد يقول لنا مبروك البقاء في الدوري، يعني ما كناش عايزين ان احنا يبقى كده، كان يقول لنا مبروك المركز كذا، مبروك يعني مربع، لكن يعني هي دي كرة القدم، وان شاء الله بنتعامل مع الموسم الجديد بفكر تاني. الاستقرار خلاص، استقرينا على الجهاز الفني، استقرينا على تقريبا معظم التدعيمات اللي هي كانت مطلوبة كمراكز وكأسماء، وإن شاء الله هنبدأ فترة الإعداد على آخر الأسبوع، وبإذن الله يكون الموسم اللي جاي البنك الأهلي في المكانة الكريم. يعني الحقيقة لما يكون عندك مجموعة من اللعيبة أسمائهم مشرفة في مسابقة الدوري وبيصنع الفارق مع فريق البنك الأهلي، هي دي فعلا كانت علامات الاستفهام المهمة جدا يا سيادة اللواء، إن الناس تكون مش بتبارك لك على البقاء في الدوري، علامات استفهام إنك عندك مجموعة من اللعيبة يساعدوك إنك تكون في مكان جيد في مسابقة الدوري. وأيضا بنبارك لك على اللعيبة اللي تم التعاقد معاهم بداية من قص الشريط كده بتاع الموسم الجديد بأيمن أشرف. عايز أعرف تم التعاقد مع أيمن إزاي، وابتدت المفاوضات من إمتى بالظبط؟ والله يا فرح، هو طبعا يعني أيمن أشرف لعيب كبير وإضافة بالتأكيد، ومن أول ما عرفنا إن هو يعني هيبقى فيه فرصة إن هو يتحرك من النادي الأهلي بدأنا معاه الاتصالات. وفي الحقيقة يا فرح والله كل الصفقات اللي جت يعني كان عنصر المشترك بينها كلها يعني رغبتهم الشديدة في الانضمام لفريق نادي البنك الأهلي. ودي كانت يعني نقطة بالنسبة لنا أساسية، على أساس إن اللعيب اللي جاي يبقى عنده الرغبة وعنده الطموح ويقدر إن هو يساعد معانا في تحقيق الهدف بتاعنا. لا، وسرعة التحرك بصراحة يا ست اللي بنحييك عليها، أنت ما تجيش تقنعني إن مثلا مدبولي كنت هتستنى لنهاية الموسم وهتلاقيه ما حدش تعاقد معاه، يعني أكيد أنت مبتدي من بدري قوي. الحمد لله، طبعا إحنا يعني عرفنا مين اللي ممكن يتحرك من الأندية بتاعتهم. وبرضه تقريبا هم كلهم صفقات انتقال حر. يعني كلهم كانوا خلصوا عقدهم مع ناديهم، والحمد لله كان تعاقدنا معاهم انتقال حر، وهم لعيبة مميزة. لعيبة عندهم مواهب وعندهم إمكانيات، واللي ينسجم معانا الانضباط. يعني عندنا الانضباط ده شيء أساسي في الفريق، وهم كلهم بصراحة يعني لعيبة مميزة، وإن شاء الله هيشكلوا إضافة بالنسبة لنا بإذن الله. طيب هسألك على أكتر من لاعب وتقولي موقفهم هيكون عامل إزاي من البقاء في البنك الأهلي. باسم مرسي وضعه هيكون إيه؟ هل هيستمر مع فريق البنك الأهلي؟ وأسامة فيصل أيضا. باسم مرسي كان عقده معانا إعارة 6 شهور. أيوه. وهو بالفعل رجع الإسماعيلي خلاص. ورجع الإسماعيلي، طيب أسامة فيصل. أسامة فيصل عقد الإعارة بيننا وبين الزمالك 2 سنين أو موسمين، خلص منهم موسم. إن شاء الله أسامة فيصل مكمل معانا الموسم اللي جاي بإذن الله. طيب إسلام جابر والأمور اللي حدثت بخصوص المنشطات ووقف اللعب، عايزين نعرف تفاصيلها من حضرتك، وصلتوا لإيه بخصوص إسلام جابر؟ لا، هو اسلام جابر ما كانش فيه منشطات، هو كان عنده كده مشكله شخصيه. ايوه. وخلاص خلصت على خير الحمد لله. وهو ان شاء الله يعني حتى الان مكمل معانا باذن الله. مكمل معاكم باذن الله ان شاء الله. طيب يعني نقدر نقول كده ان الامور استقرت داخل الفريق و الحمد لله. طيب في برضو كلام حوالين محمد هلال. لما محمد هلال هو اللي كان عنده مشكله بتاعت المنشطات بالظبط، وهي يعني انتهت على وقف 6 شهور. الست شهور هيخلصوا تقريبا على اواخر الشهر نوفمبر اللي جاي كده، اوائل ديسمبر. طبعا هو ما فيش اي مشكله بالنسبه له، ومكمل معانا ان شاء الله. وهو يعني كانت الموضوع ده بالنسبه له ما كانش فيه خالص منشطات. زي ما انا قلت قبل كده، هو كان تعب وكان طلب حقنه فولترين. اخذ حقنه ثلاثيه كان فيها فولترين وكان فيها كورتيزون وكان فيها حاجه ما كانتش موجوده في النشره بتاعت الحقن. هي دي اللي عملت المشكله، وده اللي كان هو عرضه هو والدكتور بتاعنا في جلسه الاستماع مع المنظمه.
ويعني هما برضو قدروا الظروف بعد الاستئناف. يعني خد 6 شهور هيخلصوا ان شاء الله على اول 12 كده، وباذن الله يكون موجود معانا. هو اكتر شيء طبعا كان يزعل في التوقيت ده هو انضمام اللاعب لمنتخبنا المصري طبعا. سيادة اللواء بالتاكيد يعني اثر على اللاعب نفسيا. هني حديثي معاك بمحمد ابو كبل. ما ينفعش بصراحه ان انا اعدي له، يعني كنت هتقول هي فرح ازاي هتقفل المكالمه من غير ما تسالني على محمد. انا كنت هقول والله من غير. عايزين نعرف يا ست اللي هو محمد ابو جبل، في كلام بيتردد بشكل كبير جدا على عودته لنادي الزمالك، الكلام ده صحيح؟ هل نادي الزمالك فتح مفاوضات مع اللاعب او مع الاداره، ولا الكلام ده غير صحيح بالمره؟ لا مفيش خالص اي كلام ولا ودي ولا رسمي. تمام. ابو جبل مستمر معانا، ابو جبل الحمد لله بدا في يمكن في الدور الثاني يرجع زي ما كان، ويمكن في الاخر الموسم انضم للمنتخب، وهو ده كان التحدي بتاعه من اول ما انضم لينا ان هو يرجع المنتخب من خلالنا. وبصراحه بنشيد بالكابتن اسامه عبد الكريم اللي عامل يعني مجهود رائع جدا مع ابو جبل بصراحه مع الفريق. عامل معاه مجهود جامد جدا، وفي تالف وتناسق، وخاصه ان هم قبل كده يعني كانوا برضو هو كان عنده فرصه ان هو يتدرب مع الكابتن اسامه في نادي الزمالك. صحيح. فهم طبعا الحمد لله، وابو جبل يعني مستواه في بيرتفع من المباراه الاخرى. ويمكن هو يعني كان الماتشات الاخيره كان متالق فيها كالعاده، ورجع المنتخب وان شاء الله يستمر في التالق ويحجز مكانه اساسي في المنتخب ان شاء الله باذن الله. الراحلين عن فريق البنك الاهلي؟ لا لسه، يعني هو المدير الفني بتاعنا ان هو وصل امبارح من الاجازه. وان شاء الله باذن الله يعني بكره يبقى فيه باذن الله لقاء، وان شاء الله نحسم الامور النهائيه كلها ان شاء الله باذن الله. سياده اللواء اشرف نصار، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا، ودايما بسعد بوجودك معايا في صباح اون تايم، وبنتمنى لكم كل التوفيق الموسم القادم، وفريق البنك الاهلي ان شاء الله يقدم اداء رائع ومستوى طيب خلال الموسم. وصلت معاكم للتوقيت اللي بحبكم بقى تتفاعلوا معايا فيه، تقولوا لي ايه رايكم كده في فقره اللعبه. سؤالي ليكم النهارده، رايكم ايه هي المراكز اللي بتحتاج لتدعيم في فريقكم المفضل في فتره الانتقالات الحاليه؟ منتظركم تتفاعلوا معايا على مدار الحلقه، وتبعتوا لنا على صفحتنا الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بشبكه قنوات اون تايم سبورتس، وفي اخر الحلقه بستعرض معاكم ابرز التعليقات. مشاهدينا فاصل قصير، بعدها نرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح اون تايم، انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، ولسه مكمل معاكم باقي كلامنا في صباح اون تايم، وحابة اتكلم معاكم عن لاعبتنا المحترفين، ولاعبتنا اللي بنسعد دايما انهم بيحققوا اي انجاز، ومع اي انجاز لازم بطلع وبتكلم معاكم على اللعيبة. امبارح لفت نظري تصريح من لاعب مهم، وهو زينشينكو ظهير ايمن نادي ارسنال الانجليزي. اللاعب بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن محمد صلاح. محمد صلاح الحقيقه ان مهما اتكلمنا عنه مش هنقدر نوفيه حقه ولا مكانته ولا الانجازات اللي محققها، ولكن الكلام ده بيساعدنا وبيضيف كتير للمكانه اللي بتحتاج كل شويه نور، يعني تعمل نور كده من بعيد علشان تفكر الناس بالمكانة اللي وصل ليها محمد صلاح ابن بلدك اللي مشرفك. اللاعب بيقول عن محمد صلاح انه لاعب كبير ومهم وبيتعمل له الف حساب، وانه واحد من افضل اللعيبة في العالم. وقد ايه وانت بتسمع التصريحات دي لازم تشعر بالفخر، ولازم تشعر انك عندك لاعب مصري بيتقال عنه الكلام ده. تعال اقول لكم زينشينكو قال ايه عن محمد صلاح. بيقول محمد صلاح هو اصعب لاعب واجهته، مع احترامي لباقي اللاعبين ومع احترامي لرياض محرز، لاني لعبت ضده لما كنت في صفوف ليستر سيتي. صلاح جناح لا يمكن ايقافه. وقال عن موقف جمعه بمحمد صلاح في مباراة كانت ضد ليفربول لما كان في صفوف مانشستر سيتي، وقال
أتذكر مباراة كأس الدرع الخيرية سنة 2019، فزنا بركلات الترجيح في المباراة دي. أرتيتا كان مدرب مساعد لمانشستر سيتي وقتها، رحت له في غرفة خلع الملابس ما بين الشوطين وقلت له: ماذا علي أن أفعل؟ صلاح يتحرك في المساحات الخالية والمسافة ما بيني وما بينه بتصل لخمسين متر، تخيل سرعته ضدي، لقد انتهيت، ماذا علي أن أفعل؟ كنت هناك خمس هجمات متتالية بهذه الطريقة. يعني لما لاعب زي زينشينكو بالمواصفات دي، بالخبرات دي، بالنجومية دي، بالمكانة، يتكلم عن محمد صلاح كده، يقول لك محمد صلاح، يعني عايز يقولها كده: عقدني، جاب لي عقدة، أعمل إيه معاه؟ أنا كده بتحطم وشكلي وحش. لما لاعب يقول على نفسه إنه شكله وحش في أرض الملعب ومش لاقي حل مع محمد صلاح، مش عارف يمسكه منين. اللاعب مش عارف يتعامل مع خبرات صلاح وإمكانياته ومهاراته. لما يتكلم ويكشف عن اللي دار ما بينه وما بين مدربه، وإنه استنجد بالمدرب ما بين الشوطين بسبب قوة وخطورة محمد صلاح، لازم نقف، لازم نقف، ولازم نقول ده ونفخر ونسعد، ومع كل مناسبة يكون فيها حاجة عن صلاح هطلع معاكم واتكلم عليها، عشان ده حق أي لاعب بيجتهد. أي لاعب عنده عقلية احترافية محترمة بتنفذ وبتترجم في أرض الملعب، وبتترجم بالبطولات، وبتترجم بالتاريخ المشرف. ده محمد صلاح اللي بيسعدنا دايما وبيشرفنا وبنفخر. كونه مصري ولاعب محترف وبيمثل كل المصريين، والحقيقة انه بيمثل نفسه قبل اي شيء، وبيحافظ على مكانته وعلى ثبات مستواه. واعتقد انه في يمكن حاجه برضو عايزه اتكلم معاكم فيها، جات على بالي دلوقتي. ناس كتير قوي عماله تفكر، هو احنا ممكن نشوف محمد صلاح في الدوريات الخليجية قريب؟ هو احنا ممكن نشوف محمد صلاح اكتفى كونه محترف في الدوريات الأوروبية ويكتفي فقط بعد وجود ساديو ماني من بايرن ميونخ وليفربول، متواجد حاليا في النصر السعودي؟ هل ممكن محمد صلاح يعملها زي ما بنقول كده؟ الحقيقة اني من رؤيتي للمشهد، اللعيبة اللي بتتعب وبتجتهد قوي وبتصنع فارق، وزي ما بنقول كده بتنتقل من فريق للتاني للتالت للرابع للخامس، ومع كل فريق بتعمل مواسم وبتسيب اسم كبير. يعني على مدار التاريخ ده كله، لما ترجع لعشاق روما وتيجي تقول لهم مو صلاح روما، الناس في روما لن ولم يعني تنسى محمد صلاح ابدا ابدا، لانك ممكن تمر من امام باب نادي مرور الكرام، وممكن تفتح الباب بايدك وتقعد وتفضل طول الوقت، حتى لو خرجت انت قاعد، بس قاعد في قلوب الجمهور ده، متربع على قلوب الجماهير دي. شوف بقى كام جمهور لكام نادي محمد صلاح قدر يسيب البصمة دي بداخلهم. الحقيقة اللي يوصل للعقلية الاحترافية دي، وإنه يكون بيخطط لمستقبل في الدوريات الأوروبية من فريق لفريق، وتكون الأفكار اللي بفكر مع حضراتكم عليها زي باريس سان جيرمان وزي برشلونة وزي ريال مدريد، دي الأسماء اللي سمعنا إن هي ممكن تكون بتتفاوض مع محمد صلاح خلال الفترات اللي فاتت، يخلينا بنبعد أفكارنا وتفكيرنا عن فكرة إنه يجي دلوقتي، وإن هو ممكن يكتفي. هقول عليها لأن دايما هو نوع من أنواع النهم وسقف الطموح. محمد صلاح في تصريحاته بيبين لك دايما انه ما عندوش سقف طموح. اللي ما عندوش سقف طموح يكمل، وهيفضل مكمل في الدوريات الاوروبيه، وده اللي بنتمناه دايما نشوف نجمنا المصري الدولي فيه، ودايما يكون متمسك انه ما يبقاش عنده سقف طموح، ويستمتع ويمتعنا
أكثر في الدوريات الأوروبية. وبمناسبة الكلام عن المحترفين امبارح، المحترف المصري اللي بيعمل في صمت دائما وبسميه كده لأنه الحقيقة أنه من اللعيبة اللي بتشتغل وبتنتج من غير تصريحات ومن غير كلام، محمود حسن تريزيجيه عمل أداء رائع وتألق وسجل هدف يفوز فريق الفريق الكبير طبعا ترابيزون التركي في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد. الحقيقة انه تريزيجيه احرز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 52 عشان يفوز فريقه بخماسية نظيفة، وبنتمنى يا رب كل التوفيق دايما لتريزيجيه في الموسم الجديد كمان يقدم أداء رائع معاهم. لاعب مميز ومن أفضل المحترفين المصريين في الخارج ومنتخبنا المصري. البطولة العربية والاستعداد للمباريات القادمة، لسه البطولة مستمرة والنهاردة هيكون في مباراتين في ربع نهائي البطولة. هيكون في مواجهة ما بين فريق السد القطري والشرطة العراقي الساعة 6 مساء، وفريق الاتحاد السعودي هيكون على موعد مع الهلال السعودي الساعة 9 مساء. طبعا النهاردة طارق حامد هيواصل التألق في صفوف فريقه اتحاد جدة بعد غيابه، يعني زي ما بنقول كده مستمر في الغياب بسبب ان هو تعرض للاصابه في الوجه، ويمكن الاصابه قويه شويه علشان كده النهارده كمان مش هيقدر ان هو يشارك مع فريق اتحاد جده السعودي. كمان هيغيب مدافع الفريق عمر هوساوي اللي اتعرض ايضا للاصابه في المباراه الاولى امام الترجي التونسي، وهيغيب عن الفريق كمان الحارس عبد الله الجدعاني بعد اجراءه عمليه جراحيه في الرباط الصليبي، ومش هيشارك اللاعب البرازيلي الجديد فابينو المشارك في المباراه بسبب عدم قيده في قائمه الفريق في البطوله العربيه. نروح لبطوله تانية بتحظى باهتمام عالمي كبير جدا، وهي كأس العالم لكرة القدم للسيدات. النهاردة هتبدأ مرحلة دور الـ16 في البطولة بمباراتين. المباراة الأولى هتكون ما بين سويسرا وإسبانيا الساعة 8 مساء، المباراة الثانية هتكون ما بين فريق منتخب اليابان والنرويج الساعة 11 مساء. تابعنا يوم الخميس بكل فخر واعتزاز تأهل المنتخب المغربي بعد ما حقق الفوز الثاني ليه في البطولة. تأهل عشان يواجه منتخب فرنسا في دور الـ16، مباراة هتكون يوم الثلاثاء اللي جاي. منتخب المغرب بيحقق إنجاز تاريخي كبير في أول مشاركة لي وأول مشاركة بشكل عام لمنتخب عربي في مونديال السيدات. يا جماعة يعني بيخوض 3 مباريات، بيخسر المباراة الأولى بنتيجة 6-0. منتخب المغرب بيخسر المباراة الأولى قدام منتخب ألمانيا بنتيجة 6-0، لكن بيقدر يحقق الفوز في المباراة الثانية والثالثة أمام كوريا الجنوبية وكولومبيا. الحقيقة إن المنتخب المغربي للسيدات اللي شايفين صورته معاكم دلوقتي بيدي دروس كبيرة قوي، بيدي دروس كبيرة قوي عن الإصرار وعن التحدي وعن فخر العرب، وعن احنا نكون فخورين ببناتنا وسيدتنا والطموح. ومنتخب كان سهل جدا ان هو ينهار بعد خسارته في اول مشاركه واول مباراه بسداسيه، وانه خلاص يعني لما بتبتدي مشاركه كده بالشكل ده وتكون اول مشاركه ليك الناس بيقولوا ما اداء بنقول كده بيمثل تمثيل مشرف. لا لا، ما فقدوش الثقه في نفسهم، ده ما حصلش. شفنا ازاي سيدات المنتخب المغربي بكل فخر وبكل اعتزاز بيتماسكوا، بيرجعوا سريعا، بيقدروا يحققوا الفوز في مباراتين بعدها علشان يتأهلوا لدور الـ16، وهم دول الستات الحقيقيين اللي عندهم إصرار وعزيمة وقدرة، واللي بيكملوا المنظومة المغربية الكروية. بكل فخر واعتزاز اللي بنقدمه كل تحية، كل التحية والتقدير للاعبات منتخب المغرب وجهازهم الفني وكل من آمن بيهم وكل من اداهم الثقة وكل الناس اللي وقفة في ظهرهم وأسرهم ودعمهم الشديد جدا خلال الفترة القادمة، وهنفضل نساندهم. نتمنى طبعا يوصلوا لأبعد نقطة في مونديال السيدات بكل فخر واعتزاز.
فقرة تصريح وتعليق، هنروح للفقرة دي ونبتدي معاكم أول تصريحاتنا للاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة واللي كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. الحمد لله نهاية الموسم على خير، واحد من أصعب المواسم وأكثرها ضغط انتهت بإن الأهلي دايما كسبان. موسم كان فيه لحظات فيها قلق وتوتر نفسي، تراجع ذهني، وجع قلب، بعيد عنكم الاستسلام كان حل سهل بس للأسف أنا معرفوش. كل ما ضاقت أكتر كل ما كنت أشتغل أكتر، تمرين فوق التمرين، تركيز على التركيز، هدف واحد بس، اوعى تسيب لحظة في النادي الأهلي ما تحطش اسمك فيها، كل حاجة بتتعوض إلا الزمن. الحمد لله 12 بطولة مع الأهلي، 14 صناعة هدف، 22 فرصة محققة، نسبة مشاركة تخطت 70%، وللسنة الرابعة على التوالي أكثر لاعب مساهمة في أهداف النادي. فضل ربنا ودعم زمايلي في الفريق. سمعت كلام كتير محبط ومش حقيقي، مش هقول ظالم بس أقل حاجة يزعل. اختتم كلامه وقال عموما ده ضمن الباكج، مفيش حاجة حلوة أو مفيش حلاوة من غير نار. الكلام ده حرفيا كان هو النار اللي بتخليني عندي إصرار أكتر وغيرة ورغبة أني أكون أقوى من أي كلمة اتقالت. في نهاية الموسم شكرا لكل اللي انتقد سواء سلبي أو إيجابي، كلامكم شحن البطارية وقت الإجازة وضميري مرتاح علشان فعلا تعبت جدا السنة دي. الحقيقة مصطلحات لطيفة جدا استخدمها محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي علشان يعبر بيها عن اللي جواه، وإن لما تعبر عن اللي جواك بمنتهى البساطة بمنتهى الشفافية بمنتهى الطبيعية أعتقد أنه يعني بتكون أفضل الأشياء، لأن هي بتعبر عن كل حاجة بمنتهى الوضوح بمنتهى الصراحة من غير تكلف. صراحة أنا عايزة أشيد بأفشة، كل كلمة بيقولها أفشة إحنا شفناها السنة اللي فاتت. بدأ الموسم مع كولر بعيد عن المشاركة أساسيا، وكانت طريقة لعب كولر ما بتعتمدش على لاعب بإمكانيات أفشة، لكن اشتغل طور من نفسه، حاول رغم التعرض للانتقادات اللي كان بيتكلم عليها، انتقادات كبيرة وكتيرة طوال الموسم، ولكن أفشة فرض نفسه على التشكيل، أنا اللي هفرض نفسي، أنا اللي مش هتلعبه من غيري، وده كان ليه دور مهم مع الفريق في المباريات الأخيرة، ودور إنه يقنع بيه مستر كولر في إن هو يشارك مشاركات أساسية. ما كانش بيرد على فكرة على الانتقادات في الموسم، اتحمل كتير من الهجوم زي ما بيقول، لكن ركز في الملعب، رده في أرض الملعب، ركز في التمرين لحد ما قدر ياخد دور أساسي مع الفريق مرة تانية، وده اللي بنطلبه من كل اللعيبة، اجتهد، اشتغل، رد في أرض الملعب، رد في التمرين، رد في التسعين دقيقة، شارك بمجهودك، ولكن ما تنسقش ورا التصريحات، لأن الانسياق ورا مواقع التواصل الاجتماعي والرد والشد والجذب بيفقد اللاعب تركيزه وبالتأكيد بيأثر على مستواه. مشاهدينا لسه عندنا كلام كتير، ولكن قبل ما نروح لفاصل عاوز أقول لكم النهاردة ما ننساش منتخب مصر لكرة اليد للناشئين هيلعب مباراته الثالثة في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 سنة أمام أيسلندا الساعة 4:30 عصرا. منتخب اليد خاض مباراتين في البطولة، حقق الفوز في البداية أمام اليابان بنتيجة 40-32، وكمان فاز أمام التشيك بنتيجة 28-22. لعيبة رجالة، لعيبة على قدر المسؤولية، وهم بالتأكيد هنقول عليهم مستقبل منتخبنا المصري لكرة اليد. بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله ويقدموا أداء مشرف يليق بيهم وباسم مصرنا الحبيبة. مشاهدينا فاصل قصير، بعدها نرجع نستقبل ضيفنا اللي منورنا النهارده الكابتن عمرو الحديدي نجم النادي الاهلي السابق. انتظرونا بعد الفاصل في صباح اون تايم.
اعود لحضراتكم مشاهدينا مره تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقراتنا ومنورنا دلوقتي ضيفنا الكابتن عمرو الحديدي نجم نادي الاهلي السابق. بنرحب بحضرتك يا كابتن عمرو، صباح الفل عليك. صباح الفل يا فرح، ربنا يخليك. اهلا بيك. وطبعا في البدايه عايزين نتكلم معاك على الاستعدادات للموسم الجديد باذن الله، ولكن لسه الموسم في نهايته بمتعه وباثاره، واستمتعنا بمباراه النادي الاهلي امام فريق المصري بورسعيدي في مباراه كاس مصر. هقول معاك، هل كنت تتوقع النتيجه دي والمباراه يكون فيها شد وجذب كده؟ طبيعي ان الكولر في اواخر ايامه كان بيطلب من كل من مسؤولي اتحاد الكوره ان فتره الراحات بتاعه اللعيبه، ان التحام المواسم في الفتره اللي فاتت وانشغال لعيبه النادي الاهلي باستمرار للبطولات اللي كان بيلعبها، راجع من كاس عالم الانديه، بطوله افريقيا، الضغوط دي بتخلي اللعيب يبقى خلاص مش قادر، عايز فتره راحه معينه. يمكن الراجل كانت مفاجاه بالنسبه لنا اما يوم مباراه الاتحاد اداهم يوم واحد وعشان المكسب اداهم يومين، كانت اللعيبه فرحانه اكتر من مكافاه مباراه. يعني مكافاه المباراه بالنسبه لي راحه ليوم اضافي. الراجل بيشتغل على مراحل معينه بجهازه، معاهم جامبريلي او اندويا او مكيري، بيوصل لحاجه معينه ان درجه الاستشفاء تكون لعيبتك انت كل درجات الاستشفاء بالنسبه لك هم 4 ايام او 3 ايام بعد كل مباراه. يعني ما بيلحقش يصحح اخطائه الشفهيه، يعني بيصححها شفهيه ما بيصلحهاش عمليه في الملعب. الفتره دي هو كان بيقول ان مباراه المصري بيشتغل ملف في ملف، ان انا مجرد ان انا كسبت بوصل للمباراه اللي بعد دي بقول يا جماعه ان انا بعد المباراه دي هدي اجازه 21 يوم. ده اللي حطوه لعيبه النادي الاهلي في حساباتهم. يمكن الكابتن علي ماهر مش غريب على فرقه المصري، جمع لعيبته، عارف مفاتيح لعب النادي الاهلي يشتغل عليها ازاي، زي ما كولر بيذاكر علي ماهر برضو بيذاكر. اشتغل على الحته دي، ان علي كان قبلها في مباراه فوتشر هو الوحيد اللي خد البونت على مسيره النادي الاهلي على عدد الماتشات الفتره اللي فاتت كلها. ففي الوقت ده لعيبه النادي الاهلي حتى التشكيل كان معروف للناس كلها. ما كانش غريب، اما عمل الروتيشن في اخر الايام وادى لعيبه كتيره وغير المراكز بتاعتهم، كان بالنسبه لنا ال 11 مش محتاجين السوشيال ميديا يحصل توقعات لوجود 11 لاعب في النادي الاهلي، الناس كلها كانت عارفاهم حتى الغيارات كمان. فالضغوط اللي كانت فيها اللعيبه حسين الشحات والمشاكل والشيبي والمشكله وهيحصل وقف، كل دي ضغوط. القندوسي وانت جيتي في الوقت ده السوشيال ميديا بيقول لك القندوسي هيطلع اعاره ولا كريستو ولا طاهر ولا كل الكلام ده بيسبب ضغوط نفسيه على اللعيبه. فاحنا دلوقتي بنتكلم ان الراجل عايز من مباراه هدف واحد، الثلاثة بونت. احنا الناس بقى متوقعه او كل جماهير النادي الاهلي، النادي الاهلي اداء نتيجه سكور، هو ده اللي كانت الفتره اللي فاتت الرباعيه والثلاثيه اللي كنا بنسمع كولر بيتكلم عنها او اللي كولر نفذها على فرق الدوري. لا، هو عايز من المباراه دي مشهد واحد، اكسب عشان المباراه دي ملهاش بديل او ملهاش نقاط، هو مشهد اللي بيكسر اللي بيكسب بيكمل واللي بيخسر بيخرج بره المنافسه. فهو اللي احتاجه خدهم المباراه. بس عايز نقول ايه، 120 دقيقه او 117 دقيقه بالظبط الاهلي متعادل 1-1. في 3 دقائق شراسه النادي الاهلي وقوه النادي الاهلي ظهرت في ضربه جزاء في تكمله في اضافيه لحسين الشحات. وفي الوقت ده انت يعني الله يكون في عوني علي معلول، ضربه جزاء وقبلها كانت في ضربه جزاء مظبوطه من علي حصل فيها تصدي، علي احرز الهدف الطبيعي اللي هو يخلينا ابقى مستريح، وجروا جابوا الكره وحطوها في نص الملعب عشان نكمل الدقيقه اللي بعد كده ويحصل الهدف الثرو باص اللي عمله قفشه لاحمد القندوسي. كولر قال للعيبه النادي الاهلي بين الشوطين انا عايز المباراه تخرج لبر الامان، اكسب بعد كده ناخد فتره راحه ونبدا موسم جديد بشكل جديد بفكر جديد بطريقه لعب جديده الفتره اللي جايه، عشان انتوا خلاص عضلاتكم استهلكت في الفتره دي كلها لتلاحم المواسم. صحيح. طيب ايه رايك في التغييرات اللي عملها كولر في المباراه؟ هقول لك على حاجه، هي التغييرات طبيعيه، مش في حاجه غريبه. يعني يمكن الحاجه الوحيده اللي كانت مفاجاه بالنسبه لنا بس برضو اللي عاش مع كولر الفتره اللي فاتت عرف انه هيعمل ده، اصابه خالد عبد الفتاح. في الوقت ده انت ما عندكيش حد في القلب من البدايه في التشكيل، ان عندك اصابه محمد عبد المنعم او طرد محمد عبد المنعم الايقاف، ياسر ابراهيم للشد، محمود متولي لتكمله اصابته، رامي ربيعه موجود، من البديل؟ حاجه من الاثنين. لو خالد مش موجود يبقى محمد هاني جوه وطاهر محمد طاهر باك رايت، او هتضحي هتلاعب حسين الشحات باك رايت وهتلاعب مع احمد عبد القادر باك ليفت. ما احنا عندنا حل تاني، لاعب فخري باك رايت قبل كده. فالروتيشن ده وتغيير الاماكن واكتشاف كولر للاعيب نادي الاهلي في كذا مكان ده مهم قوي. او للمره الرابعه اقدر اغير طريقه اللعب، اغير طريقه اللعب لاثنين بس ايا كان مين هما الاثنين، عشان انا هيبقى عندي حته كثافه عاديه في نص الملعب. هثبت الو ديانج مش هيعمل الدور الهجومي، مروان
وهحط قفشه هو اللي حر، يبقى انا لعبت 2-1-3. الواحد ده مروان، همزه الوصل ما بين لعيبه نص الملعب لتلاحم الخطوط في الحته الاضافيه، اللي بيكمل في الحته الهجوميه وبيأمن في الحته الدفاعيه. صحيح. محمد هاني دخل جوه ما حسناش بحاجه، لعب طاهر. القندوسي هو عايز شكل جديد، عايز تكمله هجوميه، عايز تسديدات على المرمى. خد من القندوسي عايزه. طاهر نزل. بيرستاو ما ابتداش يفوق الا لما طاهر نزل، عشان الحته الهجوميه انا هعملها من نص الملعب بس بيرستاو، والحته الدفاعيه طاهر نازل بسم الله ما شاء الله، المكنه لسه سليمه وهتبدا تشتغل من اول وجديد. حسين الشحات اداله شغل من تحت الفرود وخلى عبد القادر. طب يا جماعه كل دول، ما هم دول كلهم الروتيشن اللي شغال، 34 لاعب من النادي الاهلي كلهم اتشافوا، حتى حراسه المرمى. صحيح. حتى حراسه المرمى، شناوي، مصطفى شوبير، علي لطفي، حمزه علاء كان لسه راجع من بطوله الامم، مخلوف. فانت هتقولي ان كل لعيبه النادي الاهلي من وفره لعيبه النادي الاهلي الصداع مش في دماغ كولر. انا عندي اقدر اغير زي ما انا عايز، انا عندي اللعيبه بتقدر تنفذ اللي انا عايزه. مروان ممكن لعيبك في القلب ماشي، ما موسيماني لاعب حمدي فتحي في الحته دي لعيبه ليبرو، وفجاه كولر طور حمدي فتحي لعيبه الشادو سترايكر، الفرود الخفي اللي بيجي من خلف الفراوده الاساسيه، وحمدي اجاد فيها، مع ان الشغل ده شغل مروان في الاتحاد السكندري قبل ما يجي النادي الاهلي. وطور من الو ديانج، قال له ديانج انت الاطراف بتاعتي شغاله على اليمين والشمال، بتاو بحسين. انا عايزكم انتوا المداريين، مين؟ قفشه، القندوسي، عبد القادر لما بينزل، الشغل القطري، الو ديانج في مباراه الزمالك الهدف الرابع. مجموعه حاجات، الراجل عرف القماشه وعرف يشتغل عليها ازاي وعرف يشكلها على الملامح بتاعته. بالظبط كده. يمكن يا فرح انا اطلقت عليه هو مقص دار، شاطر، عنده قماشه معينه يفصل عليها الشكل اللي يليق على النادي الاهلي، وده مهم قوي طبعا. يعني ده مهم جدا مع كل الانديه الجماهيريه ومع حتى المنتخب، يعني حتى المنتخب المصري تولي القياده الفنيه لاي مدير فني لازم يفصل القماشه بالشكل اللي مع الامكانيات اللي مناسبه معاه. احنا هنا في مصر بنبقى مستعجلين صحبات قرار. صحيح. احنا نقاد ومحللين ومؤدين ولاعيبه في نفس الوقت. بنعمل كل حاجه، يعني كل واحد لو اتحط في الموقف ده، حط نفسك في موقف تعمل ايه، هيطلع لك نفسه ان هو بطل. هيرو، هو اللي بيعمل كل حاجه. زي ما ميكيلي كل الناس كانت مسافره المنتخب الاولمبي، هم هيعملوا ايه؟ هيلعبوا مين؟ قبل ما نلعب مباراه المغرب، مصر كلها ونقاد مصر كلها، الزلزولي والاسماء اللي سمعناها 20 لعيب محترفين. طب ما احنا عندنا ابراهيم البركاني، غيرنا اسمه بقى، ما فيش ابراهيم عادل، سميناه ابراهيم البركاني، ان راجل نجم احسن لعيب في البطوله، ومصطفى علاء احسن حارس في البطوله. طب اللي احنا بنقلل من قدرات نفسنا. لازم نكون حاطين في حساباتنا ان احنا عندنا كوادر كبيره، بس لما نيجي نتكلم احنا بنبني مش بنهد. صحيح. اما نيجي ننقد، ننقد للنجاح مش ننقد للهدم. انت لسه حضرتك في الفصل بتتكلمي عن محمد صلاح. محمد صلاح اما مدافع الارسنال يتكلم عن احسن لعيب في العالم، بل من احسن 3 لعيبه في العالم، لازم يبقى فخر لينا. مش بيتكلم عنه عادي، ده بيتكلم عنه على انه عقده، ان انا مش عارف اوقفه، انا مش عارف اوقفه. بيقول للمدير الفني بتاعه انا عندي 50 متر مش عارف اتعامل معاه، قول لي اعمل ايه. شوف المدافع ده لاعب على كام لاعب تاني، ومنهم رياض محرز اللي هو ذكره، رياض محرز ومبابي وميسي وكريستيانو، لاعب على كل اللعيبه دي. يعني هو مش مضطر يقول كده، لكن ده اللاعب الوحيد اللي نال اعجابه واللي عمل له مشاكل وبرجله في ان هو يقوم بوظايفه، فاعتقد انها كانت تصريح من التصريحات بصراحه. شوفي صلاح متوج على مستوى العالم، احنا هنا ما بنعرفش نبروز صلاح. بنبروز صلاح كلاما بس، يعني اما نبروز صلاح من الاسماء الكبيره، الاسماء اللي اتحطت في التاريخ، اللي بيعمل غنوه بيحط صلاح فيها، اللي بيعمل كلمه بيحط صلاح فيها، اللي بيعمل فصول لنجوم او مشاهير بيحط صلاح فيها. احنا كمان لازم نحط صلاح، نفتخر ان صلاح مصري. صحيح. نفتخر ان صلاح عربي، نفتخر ان صلاح ممتد لباقي الاجيال. اما هيجي يقولوا احنا عايزين نجيب، طب ايه رايكم يا جماعه في زي صلاح تاني في مصر؟ بالزبط. نبص عليه. بالزبط. في زي تريزيجيه في مصر نبص عليه، في عمر مرموش عشان ما انساش حد، زي طارق حامد. طارق حامد وصل دلوقتي انه لعب مع العالميه. بنزيما والاسماء الكبيره وكانتي. احنا بنقول يا جماعه نفرح، يمكن اجيال كتير ما حضرتش الاسماء الكبيره دي. أيوة. بس لحقت ده، زيدان، ميدو، احمد حسن، عبد الظاهر، ايمن عبد العزيز، الناس اللي احترفت، كابتن هاني رمزي طبعا في الاول، كل الاسماء دي، عمرو زكي،
بس ده كمل، ده درس يعني ايه احتراف، ده صلاح درس يعني ايه في مشكله في مصر انزل احلها، هو عنده اللي يحل. صحيح. انا بفكر هناك في البرواز، طول ما النور ظاهر على اسم صلاح النور النيون ده عمره ما هيطفي، عشان الراجل ده بيزوده اول باول وبيتابع وبيبص عليه انا وصلت لغايه فين، انا ما عنديش سقف للطموح، انا مكمل مكمل لما لا نهايه لغايه اما التاريخ يقول محمد صلاح من اساطير العالم زي بلي وزي مارادونا وزي الاسماء الكبيره. صحيح. قبل ما نروح لفاصل عايز اسالك برضو سريعا يا كابتن عمرو على اداء المصري بورسعيدي، شايف هنشوف مصري بورسعيدي مختلف مع كابتن علي ماهر؟ علي ماهر في محتفظنا بالالقاب، شغل علي ظهر على اللعيبه مش كوره، هو علي مش غريب عليهم، العامل النفسي، وقفه اللعيب، قرايه الجيم، علي مع تدعيم الاسماء اللي هو طالبها مع كامل بيبو علي هتلاقي الموضوع خد شكل. انت ممكن تبقي بتكلمي على قد الادوات اللي معاكي وعلى قد الامكانيات تخرجي اللعيبه دي هيحارب، مش بمعنى كلمه حرب حرب، لا حرب نزيهه، حرب في الكوره، حرب بتعرف تقول انا اسمي موجود. علي ماهر خد ده من النادي الاهلي، ان احنا طول عمرنا النادي الاهلي لما بيضيف لنا بيضيف لنا للحياه العمليه والحياه الخاصه مبادئ وتعليمات واصول، علي حطها في اللعيبه، علي ضافها للعيبه، المسافه ما بينهم 3 ايام هشتغل معاكم ايه؟ مش هركب مكان في رجليكم واديكم بلاي ستيشن اقول لكم تشتغلوا ازاي؟ لا، علي اشتغل معاهم نفسي، اشتغل معاهم انكم زيكم زي النادي الاهلي، لو عدى عليكم اول ربع ساعه ومسكتوا نفسكم وجريتوا المباراه وضغطتوا واشتغلتوا كتل واجناب ومجاميع هتلاقوا الموضوع سهل، وصل لدقيقه 117 وهدف وراح مره واثنين، والشناوي شال هدفين ما فيهمش كلام، اول 7 دقائق وفي اخر المباراه الاخيره دي، يعني لو هنقول 95 لا 99% دخل الجون وال1% تالق الشناوي واصطدام الكره في الراس بالنسبه لي. كابتن عمرو لسه حديثنا مستمر مع حضرتك ولسه كلامنا كتير طبعا، ولكن استاذنك واستاذن مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه نستكمل حديثنا مع كابتن عمرو الحديدي نجم نادي الاهلي السابق، انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية وسنستكمل معاكم فقرتنا واللي منورنا فيها الكابتن عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق في صباح أون تايم. عودة لحضرتك يا كابتن مرة تانية، نروح معاك لنادي الزمالك. الحقيقة أنا عايزة أعرف منك تعليقك إيه على أداء نادي الزمالك في البطولة العربية، وشفت خروج نادي الزمالك في المباراة الأخيرة والتعادل أمام فريق النصر السعودي والهدف طبعا في الخمس دقايق الأخيرة عن طريق رأسية رائعة ومرعبة من كريستيانو رونالدو، ولكن بنقول هل نادي الزمالك كان يستحق الخروج من البطولة العربية وتوديعها، ولا أيضا كان في ظلم تحكيمي وقع في المباراة اللي قبلها أمام الشباب السعودي؟ هنقول ونشرح. أول حاجة بس يا فرح، نادي الزمالك في مباراة في الثلاث مباريات اللي لعبهم بداية من الاتحاد المستيري، الشباب، مباراة النصر، يعني يمكن كان السوشيال ميديا كلها والجرايد بيقولوا مباراة النصر بالذات هيبقى فيها سكور والكلام الخايب اللي بنسمعه للعيبة احنا بنقول عليهم نجوم مصر. ليه نقول الكلام ده؟ مع احترامنا للاسماء الكبيرة، لو حتى فرقة النصر فيها 30 لعيب محترف، يمكن انا اتراهنت وكنت في احد البرامج مع كابتن حمادة انور قلت له هنتراهن بس اهم حاجة بعد ما نتراهن العشاء على مين واحنا متفقين. فحمادة ضحك اول تلت ساعة وقلت لهم انا بقول لكم هيبقى في جون واتنين موافقين؟ جه جون اللي هو اتلغى نتيجه التسلل. قلت له بص التمركز اهم حاجه، في حاجتين مشكلتين كبار جدا في اسري، يا بيبدا كويس قوي وتغييرات ساذجه بصي، يا اما بيبدا قليل قوي وتغييرات مفيده. تمام. نقولها ازاي؟ مباراه الاهلي 4-1 ازاي انت لعبت على فكر كولر ان من غير ديفندرات كولر جرك في اتجاه او خدك في مكان اجبرك انك تلعب بالاسلوب ده. خد منك الجيم اللي انت عايزه، ادي واحد. اتنين، اما لعبت اداء كويس قوي في مباراه النصر وحطيت تشكيل نموذجي تغييراتك كانت مستعجله جدا، سيف الجزيري راجل مهدد مرمى النصر. سيف الجزيري ده اول ما خرج من ارض الملعب انا قلت كده في حاجه غلط بتحصل، يعني انت خرجت سيف الجزيري وانت نزلت رؤى عشان تملى نص الملعب، ورؤى بيعمل الطويل نموذجي وسيف الجزيري يقدر في السبرنت يشتغل ده كويس، طب بتسهل عليهم الموضوع. اما فكرت تبني في الحته اللي في العمق، احسن مباراه لعمرو السيسي
من ساعه ما جينا الزمالك، التزام وزياده عدديه وتمركز دفاعي نموذجي. اما تفكر تغيره عشان في حاجه في فكرك معين او في اسلوب معين، ادخل محمد عبد الغني في المكان ده يامن ليبرو امامي، وانزل شبانه الزناري اللي هو طبيعي، محمد طارق ان كميته لايقه مع حسام عبد المجيد على سنهم لعبوا كتير مع بعض. اعتقد انزل حاتم سكر بالظبط كده عشان تطلع فتوح في الحته الهجوميه. فتوح في الحته اللي من تحت لفوق نموذجي، وده شفناه في مكاس في بطوله الامم في اما لعب على اشرف حكيمي من تحت لفوق فتوح 100%. من نص الملعب للحته الهجوميه هتاخد منه مهام معينه. ليه؟ انا ما لعبتش كتير في المكان ده، يعني مثلا لو انت لعبتي كوكا باك ليفت ولعبت قدامه علي معلول، انا باجي من اخر النادي الاهلي لغايه هجوم النادي الاهلي باجي بالتمركز والخطوات ايجابيه، من نص الملعب للحته الهجوميه هادي بس مش هبدع. صحيح. هعمل حاجات كورسات عرضيه بس مش هديك الشكل اللي انت متعوده مني قبل كده. نزلت حاتم سكر خدت منه ايه؟ ضغط، لعب صغير واعد جاي، ما هيأتوش للمباراه، يعني لازم تكون بتتشاور مع المساعدين بتوعك كابتن مدحت عبد الهادي واحمد مجدي انك انت يكون في ربط في الكلام ده. لازم الغيارات يبقى فيها قرايه من مجموعه المساعدين عشان دي مباراه مش هتتكرر كتير. كريستيانو مش كريستيانو بتاع 10 سنين، كريستيانو بتاع انصاف الفرص. واحده من ضمن يخلص بيها المباراه وفي الاخر هيقولوا ايه؟ النصر السعودي بكريستيانو ناردو احرز هدف التعادل والصعود للدور اللي بعده. يبقى الشيوخ او القائمين على الفكر اما جابوا كريستيانو عشان دي، عشان دي تسديده، تمركز، اجاده العاب هوا. يعني انا لو انا جوه الصندوق هفكر فيه 300% مع اي فرو التاني هفكر 100% طبعا. لا ده انا ممكن اخش جوه انفه وهو بيفكر يستنشق الهوا، اخش جواها ما ادلوش مساحه غير ان هو يحلم بيا، صاحي بظهره امامي جانبي ما سيبلوش مساحه عشان هو ده مصدر الازعاج. الدليل على كده غلطه واحده فقط. بقول لك على حاجه، انا يعني الاتجاه الحركي بتاعه هحطها عكسيه. لا هو وفر ان يحطها في القريبه عشان يضمنها اكتر من 150%. صحيح. اعاده حسابات الاسري فرقه الزمالك، احنا بقى في الوقت ده مش بنشجع اطراف، احنا بنشجع مصر بتلعب. صحيح. في دوله عربيه. الناس اللي موجوده في السعوديه بتبقى سعاده بالغه اما فرقه مصريه بتكسب، يعني الدوام بتاعهم بيتعايروا بيه. اما بيروحوا اشغالهم، انتوا خسرتوا عملتوا وسويتوا، احنا جبنا كريستيانو حقق التارجت عمل، موماني كان موجود، والاسماء ما احنا عارفين الاسماء دي كلها. كلنا عارفينها، لو جبت عيال صغير يحتلك نجوم العالم كلهم. بس احنا بنقول انتوا كنتوا خير ممثلين للكره المصريه لاسم نادي الزمالك. هي مجموعه حسابات، مجموعه امور، هي مجموعه هدوء عشان نادي الزمالك والنادي الاهلي وبيراميدز. هل نادي الزمالك اتظلم امام الشباب السعودي من ضربه الجزاء كابتن عمرو، ولا تعليق انا ما شفتهاش إيه؟ بس ما شفتش المباراه، بس هتحطيها 88 لا 90% كل النقاد قالوا ضربه جزاء ظالم. انا عشان بس 90% ابقى الرؤيه بالنسبه لي هاكدها لك 100%. زي مثلا ما بيجي هدف معين بيجي بتقولي شفته، اقول لك لو هعيش على كلام الناس ده بنسبه 100% الكره مش اوف سايد. ما انا ما شفتش. بس هقول لك 90% من اراء الناس والحكام ان الكره تسلل. هروح مع حضرتك ونختم حوارنا باسئلتنا السريعه، وعايزه اعرف منك كده الاسئله الخاصه بعد انتهاء موسم الدوري، مين هو افضل لاعب من وجهه نظرك؟ بصي هقوله لك بالتسلسل بالشكل العام، شناوي كوصل النادي الاهلي وكل حاجه، بس هقسم حته صغيره منقسمه لفترتين او لجزئين. محمد عبد المنعم كليبرو، احنا متعودين بنشوف الليبرو ده يشيل النادي الاهلي او يشيل يبعد عن مرمى اي اهداف. هو كان احد اسباب النادي الاهلي للحصول على بطوله افريقيا للفتره كتير، يعني مناصفه بين محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم. وعايز اديله واحد كمان نفسي، شوبير لمباراته، مصطفى شوبير لمباراته مع الوداد. حته نفسي ياخد افضل لاعب في المباراه دي. بالظبط، انت تديله افضل لاعب المباراه دي، ودي مش مباراه عاديه، المباراه دي منتهيه، دي مباراه انت بتكلمي 50,000 في مباراه الوداد، ورحت شفتي اجواء رهيبه طبعا. تجهيزه لده ميشيل يانكون ووالده الكابتن شوبير والناس اللي قائمه على ده،
الراجل رد، احنا مسمينه نوير الصغير. صحيح صحيح. مين افضل مدير فني مصري؟ من وجهة نظري انا اديها لعلي ماهر. افضل فريق غير الاهلي في الدوري؟ افضل فريق غير الدوري في الاهلي، غير الاهلي في الدوري. يعني هقول لك على حاجه، اللي ماشي كويس وخد اللي هو عايزه ووصل بالفرقه لبر الامان، مناصفة 50-50 المقاولين والاتحاد السكندري. المقاولين والاتحاد السكندري مع الكابتن شوقي حاله. اه. ولغايه الدور الاولاني الصربي حقق اللي هو عايزه، وفجاه حصل تخبط في الاداء. مش بيراميدز. لا بيراميدز، بصي بيراميدز حطيهم مع الكبار، يعني حطيهم مع الكبار، اهلي بيراميدز زمالك فيوتشر كويسين. اصل هو من رابع بقى ثالث بقى ثاني، من ثالث بقى ثاني. لا انا سؤالي يا كابتن واضح، مين افضل فريق في الموسم ده بعد النادي الاهلي او غير النادي الاهلي؟ فيوتشر. طيب لو قلنا مين اللي تطلق عليه لقب الحصان الاسود الموسم ده؟ لاعب؟ فريق كامل؟ هو حصان اسود عشان حقق اللي هو عايزه. بالضغوط، بقلة الامكانيات، بعدم تدعيم صفقات كبيرة. الداخلية. لاعب خذلك الموسم ده؟ هو مش خذلني، هو انا بحب اشوفه في الملعب، بس هي الاصابة اللي بعدته هو الونش. اه ده ابني. لاعب شفت منه اكتر مما تتوقع؟ بالاحصائيات والارقام بيرستاو. بيرستاو. ما انت هتتكلمي في اول الموسم. رحيل بيرستاو او اعارته. صحيح. قلب الدفة. شفت منه اكتر من محمد هاني. كل الناس قالوا النادي الاهلي محتاج باك رايت. يبقى اللعيب ده اشتغل على نفسه وحقق تغيير المفهوم للجماهير. صحيح. 50% بيرستاو، 50% محمد هاني. لاعب تقول له كفاية اعتزل؟ لا بصي، هو القرار دوت بدون يعني بدون دبلوماسية، القرار ده قرار اللاعب نفسه. بس هقول حاجة صغيرة جدا، أنا بحبه على المستوى الشخصي، أقول إن عبد الله السعيد حالة بس يعني في لعيبة كتير يا جماعة. تقول عبد الله السعيد اعتزل؟ ما أقدرش أقول له كده عشان هو بيأدي وبيكمل. هقول لك على حاجة، عبد الله وشيكا، عبد الله وشيكابالا حالة مش لازم تبقى بقرار ان السن المعين اللي احنا معترفين بيه في مصر يبقى اللعيب لازم يعتزل. اللعيبه بتأدي، احنا متوقعين او متخيلين ان لازم التسعين دقيقة. طب ما ممكن 45 دقيقة يمتعوني اكتر من التسعين دقيقة. الاتنين لعيبة كبار جدا، الاتنين لعيبة هم بس صحبات القرار، عشان ما اقول انا اكتفيت. بس في واحد بيقول لك انا اكتفيت وانا في عز مجدي، وفي واحد بيقول لك انا اكتفيت رغم الضغوط اللي عليا انا بأدي. هما الاثنين معندين مع نفسهم عشان يوصلوا اللي هم عايزين، لكن ما تقولهمش اعتزل. لا ما تقولهمش اعتزل. هنقول اسوأ فريق وانا بختم معاك. اسوأ فريق سريعا يا كابتن عمرو. لا اسوأ يعني ما معنى اسوأ فريق؟ اسوأ أداء فريق في الاداء. الموسم ده يعني حاجه تحزن ان انا اقول كده على فرقه الاسماعيلي، ان هي فرقه كبيره، ان هي فرقه بتقدر تحقق. بس برضو اقول النجاحات الكبيره اللي انا شفتها من حمزه الجمل، ان انا وصلت ضد الظروف، ضد الامور، ضد كل المعطيات اللي حواليا، وصلت الفرقه لوجودها في الدوري العام. احنا المفروض نقول الاسماعيلي من الفرق الاوائل الاولى، بس نقول 50% لغزل المحله و 50% لفرقتي العزيزه، هي فرقه غزل المحله. كنت ممكن تبقى سهل جدا موجودك في الدوري الممتاز وبقاك في الدوري الممتاز بسهوله. كابتن عمرو نورتنا، ونسعد دايما بوجود حضرتك معانا، وشكرا جزيلا، ودايما باذن الله كده في لقاءات قادمه استعدادا للموسم القادم باذن الله. شكرا يا فرح. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم دلوقتي للتوقيت اللي بنستعرض معاكم ابرز تعليقاتكم على سؤال حلقتنا النهارده، وبالتاكيد كان عن الميركاتو الصيفي وتدعيم الصفقات، وجات لنا ابرز الاجابات كانت كالتالي. عبد العزيز السقا بيقول صباح الخير عليك يا فرح، صباح الفل. الاهلي يحتاج لباك شمال بديل لعلي معلول، ومحتاج مهاجم سوبر، وحمد لله على السلامه. اما احمد الزمالكي بيقول صباح الخير عليك يا فرح، صباح الفل. الزمالك محتاج مدافع، ومحتاج اثنين خط وسط، ولاعب صانع العاب، ومهاجم.
محمود سيد بيقول صباح يا صباح الخير عليك يا فرح، يا صباح الفل عليك يا محمود، الاهلي محتاج راس حربه. ده كان اخر تعليق من تعليقات حضراتكم. يتجدد لقائنا دائما عبر شاشه قنوات اون تايم سبورت. اشوفكم غدا باذن الله وحلقه جديده من صباح اون تايم. يومكم خير وسعاده وفرح.